مكرمة ضيفة. أنا قلت لحضرتك إيه دلوقتي؟ إن ده مفعول به لأقدر. الفعل المضارع، صح كده؟ الفعل مصدر تقديره إيه؟ أنا. أقدر مين؟ المكرم. المكرم مفعول به. المكرم ده أكرم مين؟ لما الاقي اسم فاعل معرب بألف ولام، معرب بإيه؟ بألف ولام، وجاي بعد منه معموله الاسم اللي اتأثر بيه، يبقى الاسم دوت هنا مين اللي مكرم؟ بسأل نفسي. هو يبقى الفعل بتاع اسم الفاعل ضمير مستتر، هو أكرم مين؟ ضيفة. ويبقى ضيفة وإيه؟ مفعول به. أقدر المكرمة ضيفة. طيب يا أستاذ لو سمحت، لو قال لي مثلا إيه؟ الطالب المجتهد محبوب، وقال لي الطالب علما محبوب، جملتين ولا اروع من بعض. ادي كلمه الطالب اهي، وادي كلمه الطالب اهي، ده اسم فاعل ماشي، وده اسم فاعل، ايهما عامل وايهما غير عامل؟ لازم انا بقى حضرتك اركز. اسم الفعل المعرب بألف ولام يعمل دون شرط، يعمل دون ايه؟ شرط. ده اللي بيحفظوه لنا وبيعرفوه لنا دايما، ان اسم الفعل المعرب بألف ولام يعمل دون ايه؟ دون شرط. يا اخيرا قلنا الجمله دي، يعمل عمل فعل مبني المعلوم اذا كان محلى بال دون شرط. ما احنا قلناها اهو. الطالب المجتهد، الطالب مبتدئ، المجتهد نعت مرفوع بالضم، محبوب خبر. ايه ده؟ طب الطالب ده غير عامله؟ طب تعال نشوف الثانيه. الطالب علما، ايه ده؟ ده جايب لي مفعول به منصوب بعدها. اشمعنى الطالب هنا عامله وهنا غير عامله؟ اما اجي اركز كده على المعنى، الطالب المجتهد محبوب، ده الطالب الشخص، ديت دلت على ذات، ديت دلت على ايه يا ولاد؟ على ذات، على شخص بعينه، صح؟ وصف لشخص بعينه، عشان كده هي غير عامله. طب هنا الطالب علما، ادت هنا بمعنى الفعل، اي الذي يطلب. يبقى حضرتك ببساطه قوي، لو لقيت الالف واللام عندك بتساوي معنى كلمه الذي، وتقدر تشيل اسم الفاعل وتحط فعله والجمله مستقيمه معاك، يبقى اسم الفاعل المعرب بالف ولام عندك تطلعه. طب يا مستر، ينفع حضرتك اعمل دوت في امتحان اخر السنه؟ لو سمحت ما تطلعليش اسم فاعل معرب بالف ولام الا اذا لقيت وراه معموله بصراحه بشكل واضح. طب ادور على مين الاول؟ ادور على النكره اللي قبلها حاجه من خمسه هنقول عليه. خليكم معايا كده، انا عرفت شروط اعمال اسم الفعل اذا كان معرب بايه؟ بالف ولام. طيب يا ترى اسم الفعل لو جه نكره ما فيهوش الف ولام اعمل ايه؟ اقول لحضرتك والموضوع سهل جدا. قال لي اذا جاء اسم الفاعل نكره منون، نكره ايه؟ منونه، يسبق او يجب ان يسبقه ايه؟ بص يا سيدي، واحد يجب ان يسبقه ابتداء، اثنين استفهام، ثلاثه موصوف، اربعه نداء، خمسه نفي. ابتداء او استفهام او موصوف او نداء او نفي، يعني ايه يسبقه ابتداء؟ يعني قبل منه مبتدا. فاكرين كلمه مكرم اللي قلناها من شويه؟ أبوك مكرم ضيفة، ببساطة شديدة جدا. أبوك أدي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو، لأن الأسماء الخمسة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أبوك مكرم، نكرة منونة، صح؟ إعرابها إيه؟ خبر. ده اسم فاعل مكرم، اسم فاعل عامل. ليه عامل؟ لأنه نكرة منونة، شفت؟ نكرة إيه؟ منونة. سبقت بابتداء اللي هو مين؟ ابوك، ادي مبتدا، صح؟ مكرم ضيفه، ابوك اكرم مين؟ ضيفه. يبقى الضيف هنا اللي وقع عليه الاكرام يبقى مفعول به. طب فين الفاعل بتاع مكرم؟ مين اللي مكرم؟ هو يعود على مين؟ على ابيك. الناس فاهمه؟ يبقى هنا اسم الفاعل عامل لانه نكره منونه سبقت بمبتدا. طب امتى يعمل نكره منونه مرة أخرى؟ إذا سبق باستفهام.
يعني سبق باستفهام. فاكرين المثال اللي قلناه من شويه لما قلنا مثال اللي انا قلته بس نسيته دلوقتي ده؟ تعال نشوف هنا. أمكرم اسأل همزة استفهام ايه؟ جبت لك اسم الفعل هو نكرة منونة. أمكرم أبوك ضيفه؟ علامة استفهام يا مستر. حاضر. الهمزة حرف استفهام مبني لا محل له من الإعراب. ايه؟ مبني على الفتحة صح؟ مكرم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم. يا مستر نكرة منونة تتعرب مبتدأ وهي فاول الكلام؟ لأنها سبقت بإيه؟ باستفهام. ركز في الحتة دي كويس. أمكرم متى يجوز الابتداء بالنكرة؟ إذا كانت نكرة شايفينها منونة اهي وقبلها إيه؟ استفهام، يبقى دي مبتدأ. مين اللي مكرم؟ أبوك. يبقى أبوك هنا هو الإيه؟ الفاعل. أكرم مين؟ ضيفه. يبقى ضيفه إيه؟ مفعول به لاسم الفعل. يبقى أبوك فاعل لاسم الإيه؟ لاسم الفعل. طيب وضيفه مفعول به لمين؟ لاسم الفعل. وقعنا في مشكلة. ايه المشكله اللي وقعنا فيها؟ ان مكرم مبتدا وانا ملاحظ ان بقيه اعراب الجمله ابوك فاعل، طب كيف مضاف اليه؟ ضيفه مفعول به، طب الهاء برضو مضاف اليه. فين الخبر؟ قال لي لا، ركز في نقطه مهمه جدا. لما تلاقي اسم الفاعل جاي نكره منونه واعرابك ليه مبتدا وسبق باستفهام، المعمول بتاعه مين؟ الاولاني ابوك. اعرابه ايه؟ فاعل. الفعل ده بعد ما بعربه فاعل لاسم الفعل مرفوع وعلامة رفع الواو بقول سد مسد الخبر. يعني ايه يا مستر؟ يعني حل محل الخبر. الناس فاهماني؟ يبقى هنا حضرتك لما تلاقي الصورة او الشكل اللي قدامك ده يبقى انت عارف، مش شرط يطلبه منك في الامتحان بس انت عارفه علشان ما ترتبكش قدام الجملة. فاهمين يا ولاد؟ أمكرم أبوك ضيفه جملة اسمية عادية جدا، مبتدأ ودي فاعل ودي مفعول به. طب فين الخبر؟ الفاعل بتاعي بيسد مسد الخبر أو يحل محل الخبر. يعني إيه اسم فاعل سبق بموصوف؟ جميلة قوي دي. لما أجي حضراتكم أتعامل مع جملة زي دي، هذا رجل مكرم ضيفه، جملة لذيذة قوي. اما بص هنا واقول اسم الفعل، فين اسم الفعل؟ انا مركز على مكرم خلاص، كلكم يعني مثبتينها معايا. هذا رجل، هذا اسم اشاره مبني في محل رفع مبتدا صح، ورجل خبر. لا البي اللي بيقول بدل، احنا ننظر ولا ايه؟ ده نكره. هذا رجل يبقى ده مبتدا وايه وخبر صح. ماله؟ مكرم. اكرم مين؟ ضيفه. يبقى هنا اسم الفعل عامل، مين اللي مكرم؟ هو أكرم مين؟ ضيفه. يبقى ضيفه مفعول به الاسم الفاعل. إيه السبب اللي خلى مكرم تبقى اسم فاعل عامل؟ نكرة منونة سبقت بموصوف. يعني إيه يا أستاذ سبقت بموصوف؟ الموصوف لازم يجي وراه إيه؟ صفة، صح؟ الموصوف لازم يجي وراه صفة، لذلك بنقول هنا إعراب مكرم إيه؟ نعت. إعراب مكرم إيه يا شباب؟ نعت. رجل كتملها مرفوعة، خبر مرفوع، يبقى مكرم نعت ماله؟ نعت مرفوع. يبقى هذا رجل مكرم ضيفه، ضيفه مفعول به لاسم الفعل. فهمنا اللعبة؟ طيب النداء، علشان برضو الوقت ما يسرقناش نقول مثال كده بسرعة. يا رافعا، فاكرين الجملة دي كانت بتحقق الف حق مين؟ يا رافعا راية الشورى وحارسها، رضي الله عنه، اتقالت في حق مين؟ سيدنا عمر صح؟ يا رافعا راية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها. مش ده كلام حافظ ابراهيم عن سيدنا عمر؟ يا حرف النداء، رافعا منادى شبيه بالمضاف، نكره منونه ايه صح؟ راية الشورى، هو رافع ايه؟ ما هو ده اسم فعل عامل لانه نكره منونه مسبوكه بالنداء. رافع رايه، يبقى رايه هنا مفعول به لاسم الايه؟ لاسم الفاعل. الناس مركزه معايا؟ والشورى طبعا مضاف الي. صعبه؟ لو مش فاهمها عيد الفيديو مره ثانيه هتتضح معاك جدا جدا جدا. اذا سبق بنفي، ما مكرم ابوك، لا بلاش ابوك بقى، اخوك ضيفه. معلش تعرفين الشباب احيانا بيبقوا كرمه شويه. ما مكرم، ما نافيه صح؟ مبنيه لا محل لها من الاعراب، طبعا مبنيه على السكون. مكرمه مبتدا مرفوع بالضم. مين اللي مش مكرم؟
اخوك، يبقى اخوك فاعل لاسم الفعل، تمام؟ فعل لمين؟ لاسم الفعل. ما اكرمش مين؟ ضيفه، يبقى ده مفعول به. ايه السبب؟ نكره منونه سبقت بايه؟ بنفي. اتفقنا يا شباب؟ ما مكرم اخوك ضيفه. طب فين الخبر بتاع مكرم؟ برضو الفاعل. برافو، سد ما سد الخبر. في صعوبه في الكلام ده؟ طيب اللي احنا قلناه ده كله وبينطبق على اسم الفاعل برضو بينطبق على صيغ المبالغه. شيل مكرم وقول ما بخيل ابوك. حلو، مين في صح؟ لا محل من الاعراب. بخيل مبتدا، ابوك فاعل لصيغه المبالغه سد ما سد الخبر. ونفتكر مع بعض صيغ المبالغه، فاكرينها؟ فعال مفعال فعول فعيل فعل. تاني، فعال مفعال فعول فعيل فعل. تعمل صيغ المبالغه بنفس الشروط وطريقه اعمال اسم الفاعل. بدايه سعيده، كل سنه وانتم طيبين. كان معكم استاذ محمد سامح، بوابه الوفد التعليميه، واشوفكم على خير. السلام عليكم.